السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. فضلا ونيس أمران، إذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله النتائج النهائية تاريخ تسجيل والوثائق المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إنيس كازابلانكا 2020. راه غنستعملوا الموقع الرسمي ديال المدرسه العليا للاساتذه بالدار البيضاء. راه كنوجدوا تم اعلان على بعض التخصصات، على بينهم كاين علوم الفيزياء والكيمياء. على ليس دي ستوديو اوتوريزي اسانسكار، راه غنشوفوا من بعد اللوائح. راه كاين التخصص ايضا ديال الفرنسيه، سبور اي لوازير والرياضيات. على بالنسبه للمترشحين للاسماء ديالهم في هاد اللوائح ديال النتائج النهائيه، ليس دي كانديدا اوتوريزي ا سانسكرير اون ليسونس ديديكاسيون سبيسياليتي انسينيمون دي سيونس فيزيك اي شيمي و تاخذوا لاني انيفيرساتير 2020 2021. على بالنسبه للي عندهم الاسم ديالهم في اللوائح النهائيه، على خصهم يديروا تسجيل عبر هاد الرابط. على بالنسبه للتسجيل، على بحال الطريقه اللي درتو في التسجيل ديال جامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء، فيها 6 ديال المراحل. على كتدخل لو كود مسار ومن بعد كتبع المراحل حتى تصل في النهايه على الفيج ديال الانسكريبسيون. على من بعد كاين سيكاريم.كوم ديال التامينات، على هنا ديروا التسجيل وتخلصوا في التسهيلات واحد المبلغ علاش، لان في النهايه غتحتاجوا شهاده ديال التامينات لاتيستاسيون داسيرونس اللي غتكون هي من بين الوثائق. على بالنسبه للائحه مثلا ديال الفيزياء كيمياء، على ليسونس ديكاسيون سبيسياليتي اونسينيمون دي سيونس فيزيك اي شيمي كانديدا اوتوريزي اس انسكرير. على بالنسبه للمترشحين اللي خصهم يديروا التسجيل كما شرحت لكم عبر الرابط، ونخلي لكم الرابط ديال التسجيل في الديسكريبسيون ديال الفيديو، وغيكون يوم 12 ويوم 13 اكتوبر، هذا هو تاريخ التسجيل بالمدرسه العليا للاساتذه بالدار البيضاء. ولكن قبل خصكم ديروا بريسكريبسيون التسجيل قبلي، وخصكم ايضا ديروا سيكاريم اسيرونس وتخلصوا في التامينات واحد المبلغ وتحصلوا على الشهاده بالمقابل. على هنا كاين ارقام، يعني رقم ترتيبي، الرقم ديال البطاقه التعريف الوطنيه الاسم العائلي والاسم الشخصي. عدد المترشحين بالنسبه للائحه الرسميه هو 50، وايضا كاين لائحه الانتظار اللي فيها 15 مترشح ومترشحه. بالنسبه لوفيرتور دو لا ليست داتونت اورا ليو لو 14 اكتوبر، يعني من 14 اكتوبر غيفتحوا الترشيح في لا ليست داتونت، يعني خصهم يديروا لانسكريبسيون ويخلصوا التامينات سيكاريم ويديروا الدفع ديال هاد الوثائق. على بالنسبه للوثائق بيس افورنيغ، كاين فورميلير دو بري انسكريبسيون، يعني ما تديروا التسجيل قبلي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تحصلوا على الفورميلير ديال بريسكريبسيون. من بعد كاين البكالوريا اوريجينال، يعني الباك الاصلي، زائد 4 ديال لي كوبي ليغاليزي، يعني 4 ديال النسخ من البكالوريا يكونوا مصادق عليها، زائد 3 ديال فوتو ديدونتيتي، يعني 3 ديال الصور التعريفيه. الو 4 كوبي ليغاليزي دو لا كارت ديدونتيتي ناسيونال، يعني خصكم 4 ديال النسخ مصادق عليها ديال بطاقه التعريف الوطنيه، واحد اكسخي داك دونيسيس، واحد ديال مستخرج عقد ازدياد. اتيستاسيون داسيرونس اللي خصكم ديروا الخلاص في التسهيلات تخلصوا واحد المبلغ وتحصلوا على الشهاده ديال التامينات، و تيتقدوا لان يونيفرسيتير 2020 2021. على بالنسبه لي باقي المسالك اللي سيتم الاعلان عليها لاحقا، اللي تم عليهم الاعلان دابا فقط هما اللي ذكرت، على سيتم الاعلان عن باقي المسالك لاحقا. على بالنسبه اللي تم الاعلان عليهم، ما عليكم الا تسجيل في جامعات الحسن الثاني بالدار البيضاء، زائد ديروا خلاص ديال تامين سيكاريم تامينات، واسهل طريقه هو انكم تخلصوا في التسهيلات اللي قريبه عليكم، تجمعوا الوثائق وديروا التسجيل يوم 12 و13 بالنسبه للفيزياء. على بالنسبه لي الفرنسيه يوم 12 و13 ايضا من 10 للجوج. على بالنسبه للسبور غير الوزير، يعني كان اخر نهار ديال التسجيل هو اليوم،
وبالنسبة للرياضيات يوم 98، يعني كان آخر ديال التسجيل هو اليوم بالنسبة للرياضيات اللي كان مع العشرة لي يعني الثانية عشرة بعد الزواج. أنا كنتمنى التوفيق للجميع. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أنا ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو ديروا إعجاب بالفيديو. إذا كنتم من الزوار جدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.